اخبار اليوم. كنت نازل من المترو لقيت رمادي رسم السلوك من فوق والكلام ده كله، فلقيت عربيه عربيتين ولعوا، وكان في تندات كده محطوطه فيها من قماش، التندات دي كلها ولعت، قعدنا نشد فيها والكلام ده. سمعت النار شكلها كانت جامده قوي، كانت مسكت الحاجه جامد. عربيه بس واحده من بتوع المطافي جت في الاول، قعدنا بقى نشد في السلوك، كانت في واحده الجلابيه بتاعتها ولعت من تحت، دي كانت سبب ان انا خليتها تكمل لغايه الحجاج كلها، انا هدومي كلها اتبلت. وبص الحريقة طلعت في مبنى سطناوي ده، هو سجاد فوق اسمها دي، في الشرار اللي هو الورق بقى، بواقي الورق اللي هو الولع ده قعد يتنطر على البيوت كده من فوق، قعد يولع في العمارة دهية والبيوت، وفي هنا مخزن بيوت والمخازن كلها قعدت تولع. احنا شفنا شارز، انا اول انا طالع من هنا الناس بتقول حريقة، كان شارز كده كان مولع في السلوك، تمام، شارج مولع في السلوك وعمال ينزل على العربيات، بهدلت الدنيا خالص. السبب كانت ماس كهرباء. انا اتحصرت بالنار، النار حاوطت عليا انا واحد واثنين، قعدوا يقولوا كسروا الباب عشان تطلع تقول لهم اللي فيه بره نار، تمام. يعني كنت عمال ازعق، طالع تنبه الناس ان في حريقه الناس كلها كانت واقفه، الناس بس كانت بتقول لي خش جوه عشان البلكونه واقعه. خش ازاي واصلا النار محوطاني من جوه؟ كهرباء مسك في الفروشه ولعها، يعني مش عارف نعمل ايه، شغالين يوم بيوم ده. اللي موظف واللي متعلم واللي معاه شهادات شغال بيه، هو قبل كهرباء اتحرق. كل فرشه سابك عليها 50,000 جنيه 200,000 جنيه ديون، والناس دي يعلم بيها ربنا، محدش معاه. قاعدين يوم في البيت مش هلاقي نار. حصل يا باشا ماس كهرباء ولع في الكابل اللي هنا ده، تمام، وقصاد منه في كابل تاني برضه، الكابل قديم قوي، وكل مدى كل سنه الكابل ده بيولع. طب ليه ما بلغتوش عن الكابل ده قبل كده؟ ده النهارده لحد الاثنين زي ما انت فاهم بيه. لا انت بتقول ان هو ولع قبل كده، يعني ليه؟ هذا مره كانت المطافي كانت بتلحقها، يعني كل مره زي ما انت عارف النهارده عايش من السمو بتاعه، والناس كلها مأجزه ومحدش هنا خالص. طب انت كنت هنا وقت الحريق ولا كنت لسه ماشي بعدها قبلها بربع ساعه بالظبط؟ رجعت انا اول ما اتصل بيها بتاع الامن، رجعت انا عربيه.